الغوت اللي غوت هي اللي خلعته، ما فهم والو، قدرت نهرب، ما كانش عندي شي حل من غير التعلق. واللي بغى يطريطره المشكل هو شنو غندير من بعد. اول حاجه كان خاصني نلقى التليفون، وكاين واحد اللي يقدر يعاونني، هو موحى. موحى موحى شكون انت؟ اش يدخل عندي دير هنا؟ ما كنعرفكش انا. انا عامل هنا. كيفاش دخلت عليه ما عرفنيش شكون انا؟ مصيبه. كيفاش غادي نشرح ليه هذه الحاله اللي انا فيها؟ كان خصني نلقى نعاون اللي ليها ليها، كان خصني نقول ليه شي حاجه اللي انا بوحدي اللي عارفها، باش هكذا يقتنع، باش يثق بيا. عطيتو لا كومبوزيسيون ديال البيتزا المفضله عنده، اللي فيها الطون الكمون والزعتر. الوحيد اللي كان يقدر يتيقني هو موحى، حيت عنده بزاف مع الافلام ديال السيونس فيكسيون. ولكن كيفاش شاونيتي بحال هكا؟ انا شرح لك. وهنا عاودت لي ليستوار ديال التليفون اللي عطاني الشيبان لو بوفوار ديالو، وكيفاش وليت في هذه الحاله. ملي عاودت ليه الفيلم كامل بغى يعاونني باش نلقى التليفون، وراني واحد اللعيبه ما كنتش عارفها. لي سمارتفون كلهم فيهم واحد لوبسيون اللي تقدر تعرفهم فين كاينين الا تودرو، زعما نقدروا نلقاوه الا كان هذا اللي شفرو باقي في المدينه. ومحاكد لي ان سمارتفون مازال في المدينه، وبالضبط عندي في الدار، غادي نكون غير نسيتو في البيت ديال غيتا. غيتا هادي غيتا موحى. نعم. جيب التليفون. لا ما نقدرش ندخل داركم ونمشي نجيب لك التليفون. هادي ما علاه ما دخلاش ليا. طلبته باش يمشي يجيبو في الاول، ما بغاش. كيف كتعرفوا موحى شحال هادي ما خرج الزنقه، ولكن ملي شاف الحاله اللي انا فيها ما قدرش يقول لي لا. كانت اول مره موحى غادي يمشي عندي للدار. شوف انا غندير الكاميرا. هذا الشيء علاش كان ولا بده يدير كاميرا باش نوريه كيفاش يدوز البيت غيتا. شوف انت تشوف معايا مزيان في ليكس. خلينا حتى طاح الظلام عاد مشى موحى لدارنا باش يلقاهم كاملين ناعسين. موحى تخبى جدا الصالون، جي معاك روان. كيف ديما غيتا ما يمكنش لها تنعس قبل ما تدخل الحمام. هذه هي الفرصة باش موحى يقدر يدخل لبيتها. أتبقى جوج دقائق. سلبي 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 قريبا ترجع. غير وصل موحى نقص على السمارتفون ودخلت البروفيل ديالي باش رجع كيكون. هذا التليفون دابا ما بقيتش بوحدي في هذا الفيلم، ولا موحى حتى هو داخل فيه. ايوا عندي الزهر اللي موحى ماشي شي حد اخر، هو بوحدو اللي يقدر يفهم هاد التفرويح حيت حتى هو مفروح. عجبو الحال وبغى يعرف كيفاش هاد السمارتفون كيدير هاد العجب. بالزربه قلت ليه تكلم شويه حيت حتى شي حد ما خصو يسيق الاخبار. حتى واحد ما عارف الا انت. شوف تهضر معاك بصح، هادشي يبقى بيناتنا. رجعت للدار وانا باغي نعرف حاجه واحده، كيفاش وقع لي هادشي. ملي دخلت البروفيل وقلبت مزيان فهمت، فاش قشعت الميساج في الفيس اللي وصل لانيسه عاد عرفت شكون. هادي غيتا. المشكل ديال اختي غيتا كان هو والجيران عبدو، ما كتحملوش وهو كيتسطع عليها. الحلم ديالو هو تهضر معاه ولا غير تضحك ليه. صافي الكره غادي تبدا، كان خصني نرجع لها الصرف، ماشي انا بوحدي اللي نتقولب. دابا نوبت غيتا. سلام. سلام لاباس؟ بخير. شنو كدير هنايا؟ لا انا عارف عارف غيتا ما كتحملش عبدو، وبغيت ندير شي حاجه باش نزيد نفقسها. وفكرت مزيان داكشي اللي قلت زعما الا بغيتيني جي عندنا للدار. جي عندكم للدار؟ قلت ليه يجي يخطبها من غدا. شحال فرح مسكين تيق، واللي غيتفرقع بالفقسه في هذا الفيلم كله هي غيتا، باش تعرف اللعب ديال الدراري الصغار فين كيوصل. لغد ليه ملي مشيت لافاك تلاقيت انيسه، كانت مصدومه من داكشي اللي دار لها حميد. شنو باش قال ليا شنو في ديفونس؟ صيفط لي واحد ميساج خايب بزاف، بغيت نوري وريني. شوف حاولت ندافع على حميد، ولكن الميساج اللي صيفطات غيتا في الفيس ما خلى ليا ما نقول. الغارديان ضرو راسو، بغى يعرف شكون هاد امينه حيت ما مسجلاش في لافاك. شكون انت يا دري؟ انا؟ ايه امينه. شكون امينه؟ مع داكشي اللي طرا البارح في لافاك الغارديان ولا حل عينيه ودنيه مزيان، حاضي الشاده والفاده. وانيسه قالت لي كاينه اشاعه كتقول بلي شي جن ساكن في لافاك كيخرج من الليل لليل، وعاد شافو قال لك البارح. انا اللي كنت عارف كل شيء، بيني وبينكم عجبتني هاد الخبيره باش حتى شي حد ما يشك فيها. دقه؟ لا
شوف شكون اللي دق هذه. انا بعد عارف شكون اللي كيدق. تي لكتينا بهذه الريحه والله لا هذه هكتينا. لا بابا كتبغي تصبر. واش كاين اللي كيصبغ دفعرو في الطبله حنا خلينا نشوفو بعدا شكون. هذا شويه ديال اللحم وهاد الوريده راه جينا السلام عليك. عبدو هو القزر ديال الدرب عزيز على الوالد بالنسبه ليه هذا هو الراجل والا فلا. مرحبا سي عبدو. مرحبا 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 بك. ريح مريح كبير هذا سيدي عبدو. مرحبا فيك. مرحبا والف مرحبا. بارك الله فيك. احنا جيت انا والوالد والوالده ما كنتش عارف ان القضيه غادي تحمد بحال هكا على غيته. طالبين يد الله غيته اللي جات على الخطر هذا باين من واحد انتهى.